بهدف تعزيز التوعية المالية والمصرفية للأطفال والشباب، ونظراً لأهميتها في حياتنا، نظمت سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية البنوك في فلسطين وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث الدولية حفل إطلاق الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب لعام 2014 اليوم في مدينة رام الله. الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب، هذه الفعالية الثالثة تتم على التوالي. الهدف منه هو تعزيز الوعي المالي والثقافي لدى جيل الأطفال والشباب اللي احنا بنعتبرهم جيل المستقبل. نهدف إلى هذه الفعالية نأهلهم للمستقبل لاستخدام الخدمات المالية والمصرفية بكل حصافة، حيث أننا لاحظنا خلال فترة عملنا أن هناك قصور كبير لدى فئات المجتمع كافة في الفهم الخدمات المالية والمصرفية والمنتجات كذلك. وضمن فعاليات هذا الأسبوع ستقوم البنوك بتخصيص ساعات عمل يومية لاستقبال الأطفال والشباب لإطلاعهم على طبيعة عمل المصارف، كما سيزور موظفو المصارف المدارس في مختلف المحافظات. في هذا الأسبوع سيتوجه مندوبين من كافة البنوك والفروع إلى المدارس القريبة منهم، سيتعرض آلاف الطلاب لهذه التجربة، سيتوجهون إلى المدارس وضمن محاضرات توعية وتثقيف للحالة المصرفية في بلادنا في فلسطين. بنفس الوقت سيتوجه الطلاب مع ذويهم إلى المصارف وفروعها في المصارف القريبة بالتنسيق طبعا معنا ومع هذه المصارف لكي يتعرفوا على أقسام وعمل هذه المصارف. فهذا العمل منذ 3 سنوات نقوم به، وطلبتنا الآن يتمتعون بمعرفة لا بأس بها هم وذويهم بعمل المصارف. فيما أكد موظفو البنوك على أهمية تنظيم مثل هذا الحدث لتوعية الشباب بالشؤون المصرفية والخدمات التي تقدمها المصارف، مما سيساعدهم على التخطيط الأمثل لمستقبلهم. المزيد والمزيد دائما فيه خير لنا جميعا. المعرفة لا تأتي فقط من القراءة مرة واحدة، وإنما من خلال الممارسة والتعامل مع القضايا المصرفية. مع الأيام والسنين بعتقد سيكون هناك ثقافة دائمة ووعي تام على موضوع المصرف وأهميته وأيضا التعامل معه. من مدينة رام الله، فرح زحالقة، تلفزيون وطن.